عندي سؤال يا شيخ حضرتك. السؤال الأول، إيه هي حدود العذر بالجهل؟ يعني ما في حدود عذر بالجهل، يعني هل قال الرسول حدود العذر بالجهل كذا وكذا؟ ما في عندنا حدود عذر بالجهل. يعني الإنسان عامي يعني، لأن الذي تتوقف على المسألة وتتوقف على الشخص وتتوقف على من يقيم عليه الحجة، لا يحدد جوانب، ما يصلح يعني وضع نقاط ثابتة للعذر بالجهل، ما هكذا أبدا. الناس تختلف جدا في أفهمها. يعني كان في ناس في بعض البوادي يقول لك في نبي بعد إبراهيم، هتقول له إيه يعني؟ ماذا يعني؟ إلى أي حد وصل هذا الجهل؟ يقول لك إبراهيم قبل أو محمد صلى الله عليه وسلم قبل. ففي ناس يعني وصل بالجهل إلى حد بعيد لا تتصوره. لا تتصور أن العامل الذي يشتغل في المجاري طول الليل يكون طالب علم وتقول أعذرك بالجهل، هو مغروس في الجهل. فيعني ارحم ترحم، الله يستر عليك. السلام عليكم.